مرحبا كرام، كيفكن يا شباب؟ تعشرب معنا شوي. صار شرطي ما عاد يحاكينا. لك شبك يا زلمة، هات ابن حارتنا شاب كتير ظريف. لك ابني ليش هيك ما عم ترد على موبايلك؟ كنت عامله صامت وما سمعته. خلينا نكمل حكي فوق. جوعان شي؟ ايه بشو حكيتو؟ قلي شو صار معك؟ احكي لي يلا ابني. حكينا بس ما في شي مهم. اكيد بده اياك بفريقه لهيك حكى معك. لسه مو مبين. ليك إلك عندي مفاجأة ورح تعجبك كتير. بس لحظة. ليك قوم البسة لشوف مشان نشوف قياسة. شو صاير؟ انت متضايق من شي ابني؟ قلي شو صاير؟ شوفي احكي لي، لا تضلك ساكت هيك. خير ابني؟ أجل موعد تخرج تبعنا شي أسبوعين ثلاثة. لهيك متضايق يعني؟ أي صرنا عم نستنى سنين وزادوا كم أسبوع، وين المشكلة؟ أمي بعرف إنك ما بتحبي أحكي عن أبي، بس لازم تحكي لي عنه. شو اللي جابه على بالك هلأ؟ شو خطر لك لحتى تسأل عنه؟ طيب برأيك أنا بشبهه لأبي شي؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ لا، أنت شاب طيب وما بتأذي حدا، أنت عكسه قلبك كتير نظيف. عن جد أنت ما كنتي بتعرفي شو بيشتغل أبي؟ كنت مفكرته بيشتغل شوفير شاحنة لحد هداك اليوم. طيب لو عرفتي كنتي حاولتي تفهمي شو السبب؟ قصدك ليش صار مجرم؟ لا أبدا، قتل وظلم ناس كتير وكان قاسي، كيف بدي أحاول أفهمه ابني؟ حبيبي اسمع شو بدي أقول. أنت ما بتشبه أبوك أبدا وما بتصير مثله لو شو ما صار. يلا هذا غدا، يلا تعال اعطيني اياها بقى بابا. ما في شي بالعالم بيجي بهي السهولة يا سيد كرم، لازم تكافح لحتى تربح. يلا ماشي هلا بتشوف. يلا سومر سيك. يلا بسرعة. مجيد يلمز؟ أنا. نحن من فرع الجرائم، أنت متهم بالقتل بأمر من جلال دومان. مجيد شوفي شو عم بيصير. ما في شي. حضرة الشرطي قلي ليش عم تعتقلوا زوجي؟ زوجي زلمة ما عنده مشاكل، هو بحاله. هيك رأيك؟ هو عمل كل شي، مرتكب 8 جرائم. مجيد احكي شي شبك، ليش هيك ساكت؟ قلو انه هو غلطان، قلو انك مظلوم وما انك عامل شي، احكي لك شي كلمة. اتركولي ابي هون لا تاخدو. يلا خدي ابني. كرم اهدى يا ابني، ما في شي، اكيد غلطانين، رح ارجع بعد فترة قصيرة بوعدك. طيب واذا ما رجعت؟ رح ارجع يا ابني، امك واخوك امانة برقبتك لبين ما ارجع. ايدك تركني. لك انتو ما بتعرفوا مع مين علقانين، انتو رح تجوا لعندي بعد فترة وتعتذروا مني. نزل ايدك. ايه معك حق، ابوك ما كان منيح، بس لا تنسى أنه هذا ما كان خيارك أنت، أنت ما لك علاقة. ما كنا رح نشوف وشه مرة تانية لولا هداك اليوم المشؤوم.
شو رأيك نلعب غميضة؟ سكوت، هاد مو وقت لعب. شباب أخي، خلينا نلعب شوي. رح نلعب مرة واحدة بس. ماشي، يلا غمض. لا تطلع أصوات وإلا رح أعرف وين متخبي. ماشي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. لا تحكي ولا حرف ولا رح يعرف وين بتخبي. 15 16 20. أنا بعرف وين متخبي. لقيتك سومر. سومر، خلص أنت ربحت، اطلع لهون يلا سومر. لك وين اختفيت؟ سومر اطلع. سومر، وينك يا سومر؟ يلا اطلع يا سومر. سومر، يا روحي انت، بعرف كنت كل الوقت عم بتلوم حالك، بس هذا ما كان غلطك انت. أنا بحياتي ما لمتك على اللي صار مع أخوك، وبترجاك ما تلوم حالك على هالقصة. كل اللي صار بسببي أنا، ما قدرت تدير بالي على سومر. ما كان طالع بإيدك شي يا ابني، لا تبكي، اللي صار صار خلص. ما في مكان ما دورنا فيه، والشرطة ما قدرت تعمل شي. مجيد عم تسمعني؟ أعمل أي شي، بدي ابني لاقي لي سومر. أنت جنتي يا مرة، وكيف بدي لاقيه؟ أنت فهمان شو قصدي تماما. رح أتصل بجلال اللي انحبست مشانه وخليه لاقي لي ابني. هو زلمة واصل، أعمل أي شي، قول لجلال لاقي لي ابني. بوس إيدك. لا تجيبي سير جلال على لسانك. انتوا اللي كان لازم تديروا بالكم على الولد، مزبوط؟ انا بترجاك يا ابي لاقيلي اخي. لا بقى تبكي مثل النسوان. شو فيني اعمل؟ عم تحاولي تخليني جني يعني؟ الولد خلص راح، روحوا من وشي فورا. الله ينتقم منك يا مجيد مشان كل شي عملته فينا. يلا ابني خلينا نروح. يلا امشي. طمنوني شو صار؟ قدرتوا تلاقوا لي اياه لابني؟ لا مدام، بس اجينا مشان نفرجيكي شغله مهمه. شو هي؟ لقينا هاد على الشط امبارح. شو فيه هو لابنك شي؟ موجود هون جوات قلبك، ما خسرنا أبدا. ولما تلبس هالبدلة بعد ما تتخرج من الأكاديمية رح صير شوفكن أنتوا الاثنين مع بعضكن. ماشي حبيبي. Thank you.